صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: والدي يبلغ من العمر قرابة 60 سنة، وكان قبل وفاته لا يصلي في المسجد الجماعة ولا الجمعة. والده يقول صلى الله عليكم: والدي يبلغ من العمر قرابة 60 سنة، وكان قبل وفاته لا يصلي في المسجد الجمعة ولا الجماعة، لأنه يسكن في عمارة في الدور السادس، ويشق عليه النزول لكل فريضة، فماذا أفعل له بعد موته، حيث إن هذا الأمر يؤرقني كثيرا؟ إذا كان كما ذكرت أن عليه مشقة في النزول لصلاة الجمعة والجماعة، لكن الجمعة ما تتكرر، ما هو صعب عليه ينزل للجمعة، فهو أخطأ بترك الجمعة. وأما الجماعة إذا كان ما يستطيع يشق عليه فهو معذور. وعلى كل حال هو مسلم، تستغفر له وتدعو له وتتصدق عنه، هو مسلم ولكنه مرتكب لذنب من الذنوب، لعل الله يقول له، لعله مجتهد في نفسه يظن أنه على صواب وما هو على صواب فيها. نعم، لكنه ما دام أنه مسلم فيستغفر له ويدعى له ويتصدق عنه. نعم.